اهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين، تحياتنا. يعني احنا بجوز عشان نغطي موضوع التكنولوجيا من كل جوانبه، اكثر هاجس واكبر هاجس نشعر بخطورته علينا وعلى اولادنا هي موضوع التكنولوجيا بين ايدين اولادنا. وبجوز كثير من زميلاتي وكثير من البرامج تطرقوا لهذا الموضوع، انه نحن كيف ممكن انه يعني ندير هذا الموضوع بحكمه. المنع اكيد مش شيء كثير ذكي انه نمنع بشكل تام التكنولوجيا عن اولادنا، ولكن ايضا اتاحه الموضوع هكذا بدون اي ضبط او ربط او قوانين كمان، يعني الموضوع ممكن يكون مدمر على كثير من الاجيال القادمه، على كثير من الاولاد والبنات. خلينا نتعرف اكثر على كيفيه اداره التكنولوجيا داخل المنزل، وكيفيه يعني اتاحه الفرصه لاولادنا يتعلموا اكثر، يعرفوا اكثر، يستمتعوا أكثر بدون ضرر. من خلال الست نريمان محمد عريقات، مستشارة تربوية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حبيبتي. شكرا لكم. يعني إحنا بنقول المنع مش كتير ذكي، إتاحة الموضوع هكذا بعشوائيا كمان مش كتير ذكي. كيف ممكن نوازن، يعني نشتغل على هاي المعادلة بشكل صحيح؟ أول إشي شكرا لاستضافتكم، وبحيي كل المشاهدين بتابعونا. في البداية عشان نبدأ بداية واحدة موحدة، خلينا نحكي بشكل عام إيش مفهوم التكنولوجيا، مش كمصطلح أو كأدوات فقط، بس كيف إنه دخلت على حياتنا. في البداية لما كنا نسمع كلمة تكنولوجيا كانت تقتصر على تقنيين، طلاب جامعة، فئة معينة من الموظفين. بعدين دخلت على عائلتنا، صارت يعني جزء كمالي في العائلات. الآن أصبحت الأدوات والوسائل التكنولوجية فرض العائلات. هلا أنا حكيت هذا الحكي مش بس كتسلسل يعني سريع تاريخي كيف بدأت، بس عشان إحنا كأهل نوجه مفهوم قبل ما نبدأ أي توجيه أي سلوك عند الأطفال أو أي شيء بتعلق في العائلة. بدنا لازم نعرف إحنا كأهل إيش نظرتنا لهذا الموضوع. موضوع التكنولوجيا تحديداً إحنا نوجه تفكيرنا للأهل كيف يعني. هلأ أنا كأم في العائلة بدي أدخل التكنولوجيا في منزلي، هل كإشي ترفيهي، هل بهدف معين؟ وكمان التكنولوجيا إحنا كعنوان بجوز حكيناها في المنزل، بس هي بتروح معنا على المول، بتروح معنا على العيادة إذا كان واحد عنده موعد، مرافقتنا بكل الوقت. انت عم تحكي حتى انه الام ليش بتخلي اولادها يستخدموا تكنولوجيا. مرات من المؤسف انه الام بتخلي اولادها يستخدموا تكنولوجيا حتى يريحوا راسها. بتعرفي انه انا بدي خلص بدي اروق، روحوا العبوا على الكمبيوتر. صح. مثلا روحوا كل واحد ياخذ التاب تبعه مثلا ويبلش فيه. مزبوط. بتعرفي هذا شيء مرات بخلينا نقول انه هون بتبلش الخطوره، انه لما الاهل بدهم يريحوا راسهم من اولادهم لساعات طويله بخلوهم يعني يدمنوا على موضوع. صح، انت هيك حكيتيها، انا ما الي دخل، الخطا من الاهل. طبعا. انا دائما هاي قاعدتي في توجيه السلوكيات بشكل عام، انه لازم احنا كاهل نوجه تفكيرنا وسلوكنا تلقائيا الاطفال بتوجه سلوكهم. هلا بالنسبه لانه احنا كيف ندخلها للمنزل، زي ما قلت لحضرتك قبل شوي انه احنا ايش هدفنا من ان ندخلها للمنزل. هلا بموضوع التكنولوجيا تحديدا، اول شيء بدنا نركز هل هي موبايل، هل هي كمبيوتر، اللابتوب إلى آخره. هلا الأطفال ليش عم بيستخدموها؟ زي أي إشي بالدنيا هو سيف ذو حدين. طبعاً. فالخطأ مش بالتكنولوجيا، زي ما إحنا هلا بنعمم والله التكنولوجيا خربت العلاقات الاجتماعية، والله التكنولوجيا غيرت نمط الحياة. يعني هذا سنة الحياة، إنه كل إشي في تغير في كل مجال من مجالات الحياة. مثلاً كان يحكيك عن التليفون وعن التلفزيون. بالزبط. وعن الراديو وعن تمام. يعني لما اجى الراديو برضه كان شيء مسرعة يعني وقت ظهوره، فهو ما خرب، بس جهاز في جني مثلا كان. تمام. فهو طريقه استخدامنا هي اللي خربت. خليني اكون محدد بكلامي اكثر. الام هلا زي ما قلتي حضرتك، لما بدها تخلص من ابنها، يعني سوري لهي الكلمه بس بدنا نحكي تخلص من ابنها، او بدها تاخذ وقت من الراحه، هذا التعبير بالضبط، بتقول له خذ العب. هلا احنا بنقدر نعطيه يلعب والطفل بنفس الوقت ما يحس انه ماما بدها تخلص مني، او انا هيني بضل الولد يزني زين بدي العب بدي العب بدي العب، فبياخذها غصبا عنه. فهيك احنا بنكون خسرنا علاقه الام مع الطفل. طبعاً. وخسرنا الطفل ايش مفهومه واستخدامه عن الادوات هاي. هلا احنا صراحه هذا الموضوع كثير عام ما بنقدر نحدده، بس هو بشكل عام يعني دائما في دوراتي، في دورات خاصه بس موضوعها اداره التكنولوجيا في المنزل.
بتكون كثير صارت مهمة. بتكون صارت كيف ندخل احنا الادوات، يعني احنا ما بنشتري الكمبيوتر بس يلا هيني جبت لكم كمبيوتر تفضلوا. هلا فعليا هو هذا اللي بصير، بس انا لما بدي استغل عشان ما يصير معي زي اللي بصير بالحياه او اندرج تحت فئه الناس اللي بتحكي التكنولوجيا غيرت الحياه او خربت العلاقات الاجتماعيه خربت اسرتي، معناته في خطوات لازم اعملها انا مع عائلتي حتى. شو هي هاي الخطوات نريمان؟ يعني تمام. والله الموضوع عن جد مؤرق وبيخوف، يعني صار كتير مخيف. صار يوصل لحد يعني طفل عم بنولد من عمره سنة وسنتين بلش يشتغل على الأجهزة الذكية مثلا والكمبيوترز، عم بيوصل لسن المراهقة بيصير مدمن انترنت وجيمز وكل هاي الأشياء، لا عم بنتبه لعلاقاته مع آخرين ولا مع أهله ولا لدراسته. شو نعمل حتى يضل الموضوع خارق يعني تحت السيطرة؟ تحت السيطرة إن شاء الله. هلأ بالنسبة لموضوع الإدمان بداية قبل ما نحكي عن الخطوات، قبل توجيه أي سلوك عند الطفل بدنا نشوف إحنا الأهالي. بدي اسمحوا لي اوجه شيء للاهالي طبعاً. انه رجاء قبل ما تدخلوا التكنولوجيا وتكونوا قلقانين انه هي رح يعني رح تخرب عائلتكم، فكروا ليش بدكم تدخلوها وانتم استخدموها صح حتى اولادكم تلقائيا يستخدموها صح. يعني فرضا احنا بنكون ماسكين الموبايل، ابننا بيجي من المشوار، كيف حالك شو عملت لعبت تمام. فأنا مو من المنطق يعني هذا التصرف لحاله، مش بس موضوع التكنولوجيا، شوفي كيف بأثر على موضوع التفاعل التواصل. هلا بالتربية بالضبط هذا اللي بدي أحكي. هلا بالتربية إحنا من يعني منعلم الأهالي كيف يتواصلوا مع أطفالهم تواصل بصري. في سلوكيات وفي أمراض سلوكية نفسية بنعرفها بنكتشفها إذا الطفل ما تواصل معنا بشكل بصري صحيح. إحنا حتى نسينا عيون أولادنا كيف شكلهم بالضبط. نحن ما بدنا نكون سلبيين لهالدرجة، ولا لون عين بنتي ولا طريقة ابتسامته، والله كلنا حاطين يعني على عيوننا بهالشاشات وما حدا متفرج. إحنا ما بدنا نكون سلبيين لهالدرجة، يعني تحت الهواء بنحكي شايمين تحت الهواء بنحكي أوكي. بس الفكرة هلا إنه إحنا بدنا إن نوجه تفكير الأهالي. هلا هم القرار إلهم، بس إحنا وإحنا أنا كتربوية واجبي إنه أنا أحكي للأهالي إن الموضوع مش بس تكنولوجيا لحاله، الموضوع بيأثر على يعني أشياء سلوكية ونفسية عند الطفل. إذا أولاً لازم نسأل حالنا ليش بدنا هاي التكنولوجيا في ليش بدنا هاي التكنولوجيا، إيش هدفها ندخلها بالمنزل، وقبل ما إحنا نقلق إيش يعني رح يعملوا الأبناء معنا مع التكنولوجيا ومعنا، إحنا لازم ندير أنفسنا بالتكنولوجيا. أوكي. يعني زي لما نقول إنه التكنولوجيا خربت علاقة الناس، إحنا هلا يعني بمناسبات صرنا نستخدم الواتساب، صرنا هلا مو إشي خطأ، بس إحنا بنحكي إنه كل إشي سيف ذو حدين، وإحنا هنا يعني من العنوان إنه هو إدارة الاستخدام. يعني إحنا ما قلنا سوء الاستخدام ولا قلنا إنها إشي خطأ في الحياة، بس هو الموضوع بيحتاج إلى إدارة. هلا كيف ندخلها؟ تفضلي تسلمي. كيف ندخلها؟ استرسالك بالموضوع تفضلي. هم ما أعطوني وقت كثير. موضوع كبير وبنحاول نفيد أكبر قدر ممكن. كيف ندخلها؟ أولا هنا أنا رح أحكي كخطوات، بس كل خطوة رح يعني تشمل أكثر من موضوع، مش بس يعني رح نحكي أول خطوة فرضا إنه أنا بدي أحكي لأولادي إيش حابين. فرضا اتفقت معهم إنه هم بدهم يشتروا آيباد تمام. هلا على اساس الطفل او الابناء يعني بغض النظر شو المرحله العمريه ما يوصل لمرحله الادمان، انا بدي اشعر الطفل انه هاي التكنولوجيا الاداه في لها استخدام غير الالعاب. يعني فرضا انا بدي اقول لهم بدنا نجيب ايباد، مو غلط اقعد مع عائلتي على الكمبيوتر اقول لهم يلا هاي انواع الايباد على الكمبيوتر، هذا سعره هالقد، هذا موجود عندنا بالبلد، هذا مو موجود. فهيك الطفل بيفهم ايش الهدف من التكنولوجيا. ما بتوصل عنده الفكره انه بس التكنولوجيا يعني لعب جيمز يعني انه جيمز وممنوع وهلا دورك وهلا دور اخوك الى اخره. هلا هذه لحالها الحركه البسيطه هينا شوفي قديش أمور استفدنا منها. هينا حكينا للطفل بطريقة غير مباشرة استخدام إيجابي للتكنولوجيا، إنه هي مش بس لعب. شغلة تانية عملنا مشاركة مع الطفل، مشاركنا بتحمل المسؤولية، التفكير النقدي، بدي أشتري هذا ليش ما نشتري هذا، شارك مع العائلة. بس هيك قلنا له قديش سعره لأنه هو فكره ببلاش يعني. لا هذه خليها لنشرة الأخبار مش تخصصي. بعرف قديش سعره كويس. هنا شكرا لنا
انك طرحتي هذا الموضوع، انه في اهالي بقول لك انه انا وضعي المادي بسمح، ما عندي مشكله بدل الايباد بجيب 10. بس ايش الطريقه الصح؟ مو معنى انه وضع المادي كويس انه انك تجيب كل الوسائل وتتيحها بشكل 24 ساعه بالبيت. يا ريت نعلم، فهي اول خطوه رئيسيه. يا ريت نعلم فعلا، هاي يعني نقول لاولادنا انه فعلا هذا الفضاء مش بس للجيمز. هذا ممكن تتعلم فيه رياضيات، ممكن تتعلم فيه لغه، ممكن تتعلم فيه شيء فني. فالموضوع ما بيقتصر فقط على لعب الجيمز. يا ريت يعني هاي الفكره تتعمم ونصير نحن حتى قدامهم كمان، يعني زي ما انت قلتي نتفاعل بهاي المواقع ونورجيهم انه هذا موقع جميل ممكن تدخل عليه، هذا كذا. قديم الخوف دائما بيكون على اولادنا من بعض المواقع التي لا تليق باعمارهم. ممتاز كثير. ولا بمجتمعنا ولا بقيمنا ولا بتقاليدنا. مواقع اباحيه، مواقع فيها افكار مسمومه، افكار غريبه. احكي لي شوي نريمان. شكرا كثير لطرحك هذا السؤال. هلا هون بدنا نجاوب بشقين. الشق الاول انه الموضوع انه احنا بدنا نراقب كان كمواضيع اخلاقيه لا تليق بديننا او ثقافتنا، بغض النظر هو ايش الليفل يعني للعيله، بس بشكل عام. الموضوع الثاني ممكن هو يشوف مفهوم ما يعني هلا مو يعني عمره لا اهله انه انا افهم هذا المفهوم. يعني ما له دخل انه هذا الموضوع ممكن يكون عيب او خطا، بس مش لعمره، مش بس لعمره. انه مهاراته العقليه ما بتاهله. هلا هون من الاشياء اللي انا بحكيها في الدورات دائما، بنعرض تطبيقات بتساعد الاهل، بتسهل عليهم هذا الموضوع. كي. الامر المهم اللي بدنا نحكيه ضروري كثير، انا لما اتعامل مع طفلي ما بدي اشعر انه انا مش واثقه فيك، فانا مانعة عنك أو هيني عم براقبك. أنا بدي أشعره إنه أنا من حرص عليك في أشياء ما بدي أورجيك إياها. تمام. وهذا الموضوع ممكن كثير يكون سهل. ممكن أهالي يقولوا طب كيف بدي أفهمه، يعني بخافوا يعني إنه هذا الموضوع بديش هلا أثير عنده فضول يصير هو يدور لحاله. لا، في لها استراتيجيات وأساليب وبطريقة كثير مبسطة إحنا بنشرح للطفل. في كمان هون بنيجي تلقائيا هيك ملاحظ على الهامش، يا ريت كل الأهالي إنه هم يطوروا نفسهم. في بعض الأهالي الموضوع بطل زمان ميول، أو أنا كأم عندي ميول أو ما عندي ميول للتكنولوجيا. الآن صار كل أم هي مجبرة لو ما عندها ميول تتعلم حتى تعرف أولادها إيش عم بيعملوا، سواء من ناحية مراقبة، سواء من ناحية مواكبة بالضبط ايش ابني عم بعمل. طبعاً. الموضوع الثاني انه هلا التكنولوجيا صارت موجوده في المدارس كعنصر اساسي، فمو حلوه انه انت ابنك عم باخذ ماده انت ما عم بتتابعيه فيها. ومو حلو كمان هو كمان يكون خارج التاريخ، يعني صح. كل الاولاد عندهم هاي التقنيه وهي التكنولوجيا، وهو يكون نتيجه حرصنا الشديد. كمان في اهالي بصراحه بيعقدوا الموضوع زياده عن اللزوم. يعني كمان ابننا المفروض يتعلم لغه جيله بيكون قريب من تفكير اقرانه في المدرسه. بالضبط. هلا في فرض جوجل عملت محرك بحث خاص للأطفال. طب تمام. مش الأطفال يعني بمعنى الصغار، إحنا بنحكي عن الأطفال، يعني إحنا كتربويين بنحكي إنه لبعد المراحل المدرسية متعددة. عملت محرك بحث فيه الأمور الآمنة، سواء يعني أشياء غير أخلاقية أو أشياء لا تناسب الأطفال. طيب. سؤال الأخير نريمان إليك، هل بتنصحي إنه نعمل ساعات محددة لاستخدام التكنولوجيا في المنزل؟ يعني هل عدد الساعات مهم؟ تحديد عدد الساعات مهم؟ بالتأكيد. هلا اللي بحدد عدد الساعات عدة أمور. هلا إحنا ما بدنا نحدد عدد ساعات، بدناش ساعات إحنا. بالضبط. خلص بلاش الآد. بلاش الآد. خلينا على المفرد. أحسن، مش غلط. هلا اللي بحدد استخدام التكنولوجيا أول إشي زي ما قلنا طبيعة الطفل، ايش زي ما قلنا ايش بنستخدم. يعني احنا بدنا نحط دور لكل طفل قديش استخدام التكنولوجيا. واحنا بنعير مع الطفل، اذا كان صغير ممكن على الساعه بنقول له لما تصير العصاية الطويله عند الرقم 6 هون بخلص دورك. تمام. هلا هون ما بتيجي الام مثلا لما راسا هلا خلص دورك يلا قوم، لانه اكيد ما رح يرد عليها. قبل بخمس دقائق بدها تقول له قرب يخلص دورك، قرب يجي العقرب الكبير على الساعه. الشيء الاهم انه لما تبدا بهذا الموضوع، لما تبدا فيه جديد، الشيء الاهم انه هي تكون محضره شيء مشجع له تشجعه انه يقوم. بالزبط. يعني مش قوم خلص دورك شو اعمل لك، الك ساعه على الكمبيوتر. بالزبط. احنا هذا كثير مهم والله يا نريمان. احنا خلص وقتنا، بس إذا كمان إحنا بدنا أولادنا يلتهوا شوي عن التكنولوجيا لازم نوفر لهم بديل.
بدينا يعني كمان احنا بدناش نقعد صافنين احنا وياهم والله بالزبط. واحنا مشغولين بالتكنولوجيا هم قاعدين مجبصانين بدنا كمان احنا نلاقي لهم بديل يلعبوا يعملوا شيء بايديهم نطلع احنا وياهم مشوار نعلمهم شيء رياضي نعلمهم شيء موسيقي هذا كثير مهم. شكرا ريمان عريقات على وجودك معنا هذا الصباح، اتمنى لك انت كمان كل التوفيق. شكرا احنا اعزائنا فاصل قصير جدا نرجع لكم.